برشلونة اشترى فيليب كوتينيو مقابل 135 مليون يورو ولم يقدم أي شيء لبرشلونة. بعد ذلك ذهب إلى بايرن ميونخ وأقصى برشلونة حين فاز عليهم بثمانية مقابل اثنين وأخرجهم من منافسة تشامبيونز ليج. هدفين في تلك المباراة. برشلونة أيضا اشترى أثمان ديمبيلي ب 135 مليون يورو وقضى موسمين كاملين في المستشفى. في المستشفى خمس سنوات ويتلقى رواتبه الشهرية 25 مليون يورو. هيداك بطل. نعم. وبعد ذلك أثمان ديمبيلي انتقل إلى باريس سان جيرمان وسجل على برشلونة ذهابا وإيابا وأقصاهم. لا قبل طرد أراوخو ما كانت كاينة فيه ولا لقطة في الإطار ما عدا كرة مبابي اللي تصدى لها هذيك اللي لعبوها اون دو هو باركولا وعطاها لوروتري ضربها جبدها تاشتيغن ستيلا سول اوكازيون دونجور. عثمان ديمبيلي قال برشلونة نادي عظيم وانا احبه كثيرا. هل تصدقه؟ نعم. لا تصدقه. من يحب برشلونة لا يحتفل بتلك الطريقه بعد هدف تعادل. هي مجرد كره قدم وصافرات الاستهجان باش ما نعلقوش برك على اراوخو وحده. حتى في مباراه الذهاب الهدف الاول هدف تعادل اللي سجله ديمبيلي كان بتمريره حاسمه من اراوخو ولكم ان تعودوا للقطات المباراه تلك. اليوم نتحدث فقط على اراوخو. انا ما اردت الحديث عنه. البعض يتحدث عن مبابي وكانه قدم مباراه عمره. مبابي كان مختفي الى غايه ركله الجزاء اللي سجلها ثم الهدف الرابع ضيعها بطريقه كوميديه وجه لوجه مع تير شتيغن. عادت لي باركولا ماشي باركولا عادت لي كولومواني سدد عاود سدها تير شتيغن. بعدها كانت هديه كره كوندي اللي ضربت في فيرمينو وراحت عند مبابي. ما عدا ذلك مبابي طيله المباراه ما كانش خطير لم يصنع فرص. هدفين ميدو دارك لونسومبل دو ماتش دوك واحد من الجزاء الكبير ميدو والهدف الثاني جات قدامه وين دار ضربها للداخل. هذا هو ميسر لونسومبل. لما تشوف بين الذهاب والاياب ما كان منتظر من مبابي الي روتور مع برشلونه ماشي لا ماشي لكن في فرنسا. لكن ميدو لماذا ذاك الترحيب بمبابي بديمبيلي عفوا؟ شاهدنا كل انواع الاستفزاز تمارس على هذا اللاعب لانه ما فعله في الصحيفه قال اللاعب راح مع اللاعب. شوف ديمبيلي معنى النكران الجميل في ابهى صوره لما راح لما كان يريد ماتيو أليماني عدم بيعه في آخر سنة في عقده كان يريد بيعه ماتيو أليماني. تشافي وقف في وجه ماتيو أليماني وفي وجه لابورتا وقرر الاحتفاظ بديمبيلي وفعل معه كما يقول لك دار معه غير المليحة من أجل أن يبقى في الفريق وعاد وصنع معه موسم رائع. في وقت الجامعة كان ينتظر أن يجدد ديمبيلي عقده مع برشلونة يطلب في اون بلان ستاج يعني في الولايات المتحدة الأمريكية يطلب رفقة وكيل أعماله مغادرة برشلونة والذهاب إلى باريس سان جيرمان. أوكي مشى لباريس سان جيرمان لكن في البداية أراد تفعيل بند يسمح له بدفع فقط 50% أو يأخذ 50% من قيمة كسر عقده. بعد كل تلك السنوات من الجميل التي أعطاها له برشلونة كانت المكافأة بهذه الطريقة. ليس إلى حد تصويره كخنزير ميدو. ثم أضف اسمح لي في برشلونة تم رشق لويس أريكي رشق لويس فيغو برأس خنزير عافاكم أكرمكم الله. لكن ماذا فعل ديمبيلي حتى يصور كخنزير ويتعرض لكل أنواع الاستفزاز؟ ثم تعطس في مباراة الذهاب. شوف ميدو. ومن بعد عادي جماهير هذه اللاعبين اللي صوروها على شكل لا لا هذا ليس امرا عاديا. لا 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 شوف كاين لا لا هذه امور فاقت كل الحدود. كاين نيمار ايضا هذه فاقت كل الحدود انك تصور لاعب بهذا الشكل. نيمار جابوه برشلونه من البرازيل صنعوا له اسما كبيرا توج مع برشلونه بربط ابطال اوروبا بعدها خان برشلونه وضربهم في الظهر ورحل الى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو. لم يتم تصويره بعدها الاكثر والادهى والامر الادهى والامر هو انه جماهير برشلونه كانت في كل موسم تتمنى عوده نيمار من باريس سان جيرمان الى برشلونه. لذلك هناك كيل بمكيالين في قضيتين ديمبيلي مع نيمار. شاهدت نيمار فو با كومباري لان كومباراب ما تكومباريش نيمار بديمبيلي باسكو سي ان كومباراب. ديمبيلي اشتراه برشلونه 105 مليون أورو ضرب عامين في المستشفى ثلاث سنوات الباقية لم يقدم فيها ولا شيء لبرشلونة. أعطيني مباراة حسمها ديمبيلي لمصلحة نادي برشلونة. نعم. أعطيني لقب جابو ديمبيلي لمصلحة نادي برشلونة. باختصار حسن لاعب مهم محمد ما تكلمناش عليه ما لعبش مباراة صاير ميري الإياب لعب في مباراة الذهاب هو حكيمي دار مباراة كبيرة وين شفنا فريق بياجي لعب 3-5-2 في بعض الأحيان. وش كان يدير ديمبيلي يدخل مع مبابي يقول له كرأسي حربة
باركولا يولي اكسونتري غوش وحكيمي يولي اكسونتري دروا ويتحول في محور الدفاع مانداس مع فيرنانداس وماركينيو. مانداس مانداس ايضا كان كان قدم مباراه في اعلى مستوى سواء ذهابا او ايابا. مانداس ايضا قلت كان رائع. لما يرجع اشرف حكيمي على الرواق الايمن ماركينيوس يدخل في عمق الدفاع يعطي اكثر توازن للمنظومه الدفاعيه لباريس. اول نصف ساعه ما كان لكن لا حكيمي لا فقط باركولا من كان يتحرك في اول نصف ساعه باركولا. قبل الطرد نعم. بعد الطرد هذيك حاجه واحده اخرى وبعدين نقدروا نجيو ميدو عندما كنت ميدو عندما كنت لويس انريكي سي لي ميور دو موند دوك نقدروا نحكي واحد ربع سوايع لانه بعد الطرد قبل الطرد ما نقدروش نحكيو قبل الطرد كانت فيه مباراه اخرى وشكل اخر. لذلك قلت لك العتاب الاول يقع على اروخو هو متسبب رقم واحد في إقصاء برشلونة من هذه المباراة لأنه ارتكب خطأ صبياني ما كان ليرتكبه حتى باو كوباسي. ميدو أنا شفت مباراة فيها 90 دقيقة ما تقول ليش قبل الطرد وبعد الطرد وأثناء الطرد ما رأناش قبل الميلاد وبعد الميلاد لا 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 هذه دوري أبطال أوروبا أقوى منافسة في كرة القدم في العالم في الأندية. مباراة كاملة لا لا ميدو مباراة كاملة كان على المدرب تشافي أن يتعامل مع المباراة بعد الطرد بأكثر كان أن يقع عليه أن يقحم طيف ويصبح لاعب رقم 11 ويجري بالكرة لا لا لا, 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 لا كان, كان يمكنه أن يجد الكثير من الحلول. 4 أهداف يا أخي العزيز أمر غير مقبول. ميدو تتلقى 4 أهداف في منافسة مثل هذه في هذا الدور وأنت تكون في مجموع المباراتين متقدم 4-2 وبمجرد طرد تتلقى 4 أهداف وتستسلم بتلك الطريقة وتنهار المنظومة ويرتبك المدرب ويخرج خاطئ ويخرج المدرب بالبطاقة الحمراء ويقوم بتغييرات عشوائية هذا أمر غير مقبول تماما. نريد أن نتحدث قليلا عن مبابي لأني عندما كنت أمدح مبابي منذ قليل ميدو كان يهز رأسه ويقول لك هل لعب مبابي؟ نعم مبابي لعب وسجل. أعطينا ركلة الجزاء التي سجلها مبابي زيد قل لي ركلة الجزاء ليست داخلة في سجل المباراة هدف سجل نعم. هدف حاسم في وقت وين كان برشلونة يحاول وكاد يسجل رافينيا في لقطة من اللقطات كان يعدل نتيجة نعم. رافينيا أخذ الكرة من خارج المانجويك ودخل بها إلى المانجويك وتير شتيغن حارس ممتاز حارس لي دائما ما يوقف لضربات الجزاء نعم. شفنا سددها يعني بطريقة بكيفية مبابي رائعة. شفته أنا أيضا ضيع بعض اللقطات ميدو في الشوط الأول كانت عنده تحركات أيضا في الشوط الثاني كانت عليه ضغوط كبيره ما يتحركش معاق كانت ما يتحركش ميور جوار دو موند ما يتحركش يتحرك سالم القدمين ويتحرك تقول لي يتحرك من الامال التي كانت معلقه على اللاعب بين مباراه الذهب والاياب اكبر. انا مانيش هنا جوستيم با لي جوار انا ما نقدرش نحكي لك على مبابي بلي ماهوش لاعب كره قدم. انا نقول لك واش شفت عينيا في 180 دقيقه ذهبا وايابا لم يقدم ما كان مطلوبا منه فقط سجل هدفين وكان حاسم مالش. اوكي الرابع من هديه والثالث من ركله جزاء لكن دون لونسومبل سي افي با لو كارتون روج ما كانش راح يبان. انا لعب امس تحرك ضيع لقطات في الشوط الاول تحرك في الشوط الثاني وسجل ركله جزاء في وقت حساس وسجل الهدف الرابع اللي قضى به على انصار برشلونه وعلى نادي برشلونه. اعطينا لقطه رمي كل انواع المقذوفات من المدرجات على كيليان مبابي الذي طبعا لم يستقبل ايضا بشكل جيد بما انه سيكون لاعبا جديدا في الريال. بالمناسبه سئل بعد نهايه المباراه بعد الاقاويل الكثيره بان مبابي سيغير رايه الان بعد تاهل البي اس جي الى النصف النهائي سئل وقال لا هذا الفوز لن يغير أبدا في قراراتي المستقبلية وواضح بأنه سيلعب لنادي ريال مدريد. أعطينا إحصائيات مبابي مع برشلونة. برشلونة يعتبر الضحية المفضلة لمبابي لعب 4 مباريات أمام برشلونة سجل عليهم 6 أهداف كاملة ومبابي يهدد عرش كريستيانو رونالدو لأنه أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خارج الأرض بالأدوار الإقصائية هم كريستيانو رونالدو 23 هدف خارج أرضية ميدانه في الأدوار الإقصائية يأتي بعده كيليان مبابي ب 15 هدف ثم بنزيما ب 14 وميسي ب 12 هدف إحصائية مهمة لكيليان مبابي. ما رأيكم في أداء مبابي أمس؟
مبابي لم يكن محمد لاعب الفعال وين يعني سجل هدفين ولم يكن لا فعال. لا في بداية المباراة نحن نتكلم على بداية المباراة. أنا ما فهمتش لماذا تقسم المباراة بعد المباراة قبل المباراة أثناء محمد المباراة تقدر تعطي الأداء قبل الطرد بعد الطرد تقدر تعطي تقييم لأداء مبابي سجل هدفين والنتيجة كانت 4-1 كيف نقول بأنه اللاعب لم يكن فعال؟ لم يكن فعال في بداية فعال. المباراة لم يكن لكن في المستوى محمد في المباراة معليش أنا إذا أداؤه ليس في المستوى يسجل لي هدفين خارج القواعد في كل مباراة هو رأس حربة هو يعني المهمة تاعه أنه يسجل أهداف في آخر المباراة يعني سجل هدفين لاعب من عيار ثقيل محمد دائما ما تكلمت عليه وتكلموا عليه ما كانش يعني لما نقول لك ما كانش فعال محمد لم يقم بلقطات كثيرة في هذه المباراة لم يعني يسدد إلى المرمى لم يراوغ كثيرا وهذا هو الكلام محمد لكن أنه يعني كان ديسيزيف سجل هدفين نعم. ممتازين وين كانت ضربة الجزاء ضربة هذه تاع الفوز وزاد الهدف الرابع هذا شيء جدا مهم نعم. بالنسبة لنا نعم. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأفاضل البرنامج متواصل سنلتقيكم بعد هذا الفاصل إذا تكرمتم تفضلوا بالبقاء معنا.